اختتمت في عمان أعمال المؤتمر العلمي الثاني الذي أقامته هيئة علماء المسلمين بعنوان المقاصد الشرعية بين الإعمال والإهمال، بمشاركة عدد من علماء الدين من مصر والمغرب والأردن والسودان وتركيا والعراق، حيث تقدم المشاركون في هذا المؤتمر بالشكر لهيئة علماء المسلمين في العراق على إقامة هذا المؤتمر العلمي. وأقر المؤتمر عددا من التوصيات التي تلاها الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين. 1- رصد الحاجة الماسة لدراسة أو دراسات معمقة لمجموع الإنتاج المعني بالمقاصد في العراق للتعرف على طبيعته وتوجهاته ومستوياته ومدى خدمته للحركة العلمية وسبل ارتقائه إلى الإبداع والابتكار في إطار الضوابط الشرعية. 2- دراسة المقاصد في كتب السنة دراسة تفصيلية نحو المقاصد الشرعية في صحيح البخاري والمقاصد الشرعية في صحيح مسلم وهكذا في بقية كتب السنة. 3- الدعوة إلى الاهتمام بالدراسات المقاصدية في مجال الفنون والحضارة الإسلامية. 4- إعداد خطط علمية متكاملة لبحوث ذات بعد مقاصدي من قبل الجامعات والمراكز البحثية ترصد من خلالها القضايا الكبرى والنوازل الحضارية التي تحتاج إلى إجابات علمية من شأنها تمكين الطلبة الباحثين من بحثها أو لبحثها ومعالجتها. 5- تعزيز وتقوية المراكز والمؤسسات البحثية التي تعنى بالنظر المقاصدي والعمل على إنشاء مراكز مشابهة في العراق والاهتمام بالدراسات والإجراءات القانونية المعنية بربط مؤسسات الدولة بالمقاصد الشرعية لإضفاء روح الشريعة عليها. 6- إنشاء دوريات علمية ومجلات تعنى بالشأن المقاصدي تطويراً للبحث فيه ولخلق حركة فاعلة في الاهتمام العلمي والانشغال البحثي وكذلك إنشاء مواقع علمية إلكترونية لتحقيق هذه الأهداف. 7- تكثيف عقد الندوات والمنتديات العلمية المعنية بالبحث في المقاصد الشرعية. 8- حث العاملين ومسؤولي المدارس والكليات الإسلامية على الاهتمام بالدراسات المقاصدية اهتماماً يتناسب وأثرها على ساحة الفكر الإسلامي المعاصر. 9- توسعة الدراسات العلمية في مقاصد الشرعية في المناحي التشريعية غير المبحوثة سابقاً، ومنها ما أشار إليه الشيخ عبد المنعم البدراني قبل قليل. 10- ضرورة استقراء التجارب التشريعية في التاريخ الإسلامي المستندة على مقاصد الشريعة وعرضها بطريقة علمية مناسبة للوقوف على مواطن الاستنباط الدقيق فيها. 11- نوصي المشتغلين بالمقاصد مراعاة اللغة العربية وعلومها نحواً وصرفاً وبلاغة ودلالة وأصلاً معجمياً، وهو شرط لازم في البحث المقاصدي. 12- وأخيراً الدعوة إلى المشاركة في البحوث البينية بين علوم اللغة العربية واللسانيات الحديثة وبين علم المقاصد الشرعية لما بينهما من صلات علمية ومعرفية.